اسمع ويقول هذه طال عمرك فيه قصة توجه طال عمرك فهد بن عبد الله بن محمد الفريق معروف فرقبه وقابله قد توجه أكثر منه لكن المريد الله سبحانه وتعالى وغنى عبد الله بن عون في الموضوع يقول واسيت ما هنا الجهد يا ابو شباب اللي بغت سود الليالي تغديبه سعيت مسعى الخير معبيض الابواب لانها هبت هبايب نصيبه رفرف شراع الحظ مع كل نباب للسالمة ولا العطيبة عطيبة يا سلام ذكرت لي ميزاف حلال الانشاب اللي غمرني يوم علمتني بهم ست هيوسي ساجعات بالاعجاب سجع البلابل في الفياض العشيبة والمدح جالف في هل المدح مضراب اللي يشيلون الحمول التعيبة ونويت سوق المدح مع كل نباب سوق النجب للدلولة لديبة يا سلام في وسط ميدان لها المدح رباب مرات على الشعار حول خصيبة نجر العصيبي بالتعابير الأشباب تطاف بقبلي وأنا بستعيبة يا سلام وبنشر البيضة على رأس مرقاب بزكتنا ونيابة عن عتيبة والله ما يشفيك في حزم سلاب اللي موقف الرجال الرهيبة يا سلام ميقام من يذكر بحزات الأنشاب بياها عند اللزوم بزبيبة نقيل من هو قلت منعوت الأنشاب صورة دخيل حجاب من يلتجيبه يا سلام فهد اللي يجي لثنا عد وحسام ملاد من سبرت عليه ونعم. المصيبة مطلد حوار نقيل نقدم قصاب دشاب لابو جيها الأيام ريبة يا سلام الربح اللي لاب اللي بم غصاب في مثل أبو فيصل يجي له قضيبة قضيبة تحجيها على لفح من الهاب تريف من برد الشمال ولسيبة بيت المروة من تنصاه ما خاب طبيب من سلت مساعي طبيبة يوم انها شحت على الناس الأطباب وشف الخطر وصل العظام الصليبة يا سلام هم وعزم بالجاه والمال جلاب ومن غير جاهه باذل ما بجيبه خل المواتر تنحر اليد هرام مع صحصح سحم الذياب تعويبه الله اربع وجابهم صاحب فيه الاتعاب لننقض المطلوب وارضى طليبه ونكفعه من راعي الحق مقضاب الله على قدر التسامح يثيبه بداه ابو فيصل بزوره مطلاب وعفو عفا من طيب اساسه وطيبه وعفا وعفو لا تجود في الاسباب اللي تسبب من عمه نسيبه الموجب انه من عريبين الانسان ما هم مثبور قريب حضيبه من عمره قوم يهدون الاصعاب شيبان في وقت اللقى يعتزيبه من روس وطناب تعلق بعتام ما قدر ما في شيء يعيبه ومدح له من الناس الاجنام ما هو تمنه واحد من عتيبه ولا فهد ما لعن الطيب مجناب والطيبه ما هي علاه بغريبة ما هي على مثل غريبة اللي طاب الراس طيب والمناسب عريبة يا سلام لفي سنم المجد ما يحج الذاب ومخلط له منهج يجذيب من الزحازيح يفكون الأرقاب عاداتهم حل الأمور الصعيبة الله أبوه عبد الله اللي جاه مرتام مضهود ولا موسله غليبة يا قمعه مزاف وزيد وذياب بالحق ولا البطل ما يدعيبه هك القبال اللي نهى النجد مرحاب ويا ما علي من قضايا وضيبه وما عليه من الأجويد من صابه ومنها ركزت عليها النصيبة يبتون أبو خالد شباب وشياب ويبتيه من حق غضيب وغصيبة ولو غاب راسه طيب الفعل مغام ما يندتر مجد فهد في نجيبه يحيه محي الليل في روض محراب والمسجد اللي ما يغايب خطيبه مطلاقة الحاجب وتشريعة الباب وطبيعة من كل خير قريبة هم سوالف من مصدر العرف تنجاب تدخل مزاجه للعقول اللبيبة ومبهر يعرض على كل شراب وعود أسرق من خطوة ذريف يعديبه مع سفرة يعتادها جناب واصحاب اللي وعد اللي وغد واللي على اخر مشيبه بطرافها توحي للايتام ضبضاب ولا يفهم مثل الطيور الربيبه يجونها جسريب مهام بهيا في ساعة كل ينادي صحيبه واعتيقه من كثر عتق الارقاب والنفس شيء ما تبن كنت اجيبه وسلامتكم سلمت الله يبيض وجهك يا ابو عبد العزيز حسانك ما شاء الله تبارك الله الله يبيض وجهك.